بهدف مقابل لا شيء على المنتخب العراقي بهدف ياسر القحطاني. المنتخب السعودي أولا سيقابل منتخب الإمارات، وبانتظار يا أما المنتخب العراقي أو البحريني. هناك المنتخب البحريني لا زال متقدم بهدفين. هنا انتهت المباراة، السعودية 1 المنتخب العراقي لا شيء. السعودية 7 نقاط المركز الأول، من سيكون ثانيا ينتظرون العراقيين. انتهى المباراة هناك، المنتخب البحريني لو فاز هو اللي سيتأهل.